يمكنكم فتح في نفس الوقت صفحة فيسبوك ويوتيوب حتى نوصل أكثر ما استطعنا على اليوتيوب، خصوصا على اليوتيوب باعتبار الصورة أكثر نقاوة. أستاذ أحمد القديدي، وأنت العابر للأزمان والسياسي، قراءة سياسية، ما يحصل تحشيد؟ يعني اسمعنا البارح حر، كل قناة حر في خط التحرير، لكن المشكلة عندما يصل الأمر حد التحريف كما حسب يقول أستاذ مختار، عندما تصبح كلمة تحسيس جوسسة بين عشرة ضحاها، ورئيس حزب توجه إلى يعني أنصاره، وين المشكلة إذا كان الأمر على فقط على هذا المستوى؟ هذا يعني تحريض، هذا الهلع، لماذا تستعد السلطة؟ هذه حرب نفسية يبدأها كل مستبد استعدادا لأخذ قرار. أنا نعتقد أن قيس سعيد يحب يعمل حظر لحزب حركة النهضة، يحظر عادش حزب فرد مرة. هذا يتطلب الحظرة اللي عملوها في قناة التاسعة، كيف ذاك سجراد والآخر ما نقعدش، فما أسامي حتى والله نتعفى باش نسميهم، فما ناس حتى يأيدوا في قيس سعيد، وقال هذا يا سجراد، قال هذا يا راهو جاء مش يمكن تونس بل يمكن في البشرية كلها. هذا أخرب الميكرو، أخرب الميكرو، نعم، مش ينقذ البشرية الكل، هذه تحضير كما كان في وقت بن علي. ولكن الغريبة أن اللي بندرولو بن علي وغشوه من نوع عبد الوهاب عبد الله، ومن نوع ذاك اللي كان وزير عدل في بقعة جفال توا عبد الرحيم الزواري، هذوك اللي قال غشوني راه في الاخر من مقر ياسر، غشوك صحيح غشوك، اما مقر ياسر وقطعوا اعراض الناس. يا حسين لو كان تشوف هذه جريده ذاك الجريدي شتن تكتب الحدث، والاخرى الانوار اللي توا قالت الشيخ راشد عنده 2700 مليار، راه شيء رهيب. وتونسي بدو كانت بتاع واحد كان ضابط ولا لقى كارير في الصحافه، حاجه غريبه. هذوما هلكوا هيكو زيد العابدين بن علي نفسه ورطوه، ما نفعوش بالكذب وبالتدليس وبهك الأعراض. هو مرة ذيك الأنوار كاتبة خوي عمل لي تليفون قال لي أودي شبديك الأفغانستان، قلت له ما مشيتش الأفغانستان في التسعينات هذا تقريبا عام 94 ولا 97 والله يفيد بالضبط، قال لي تيهاش في أفغانستان وتقود جوقة من الإرهابيين لمساعدة القاعدة طالبان اللي دخلت توا الكابول. في باليش يا ولدي انا افغانستان والله ما نعرفها حتى على الخريطه. هي دخلت على 94 طالبان سيطر على 94 على كابول صحيح. هي 94 وشاركت في شنق نجيب الله. تتصور انا شاركت في شنق نجيب الله. الله يرحمه ما نعرفوش ولا نعرف اتجاهه كان شيوعي هو. هو كان يرأس نعم. سفاسف اللي يوصلوا لها الناس هذوما ويضروا بها اللي هما يحبوا يخدموه. توا قيس سعيد راه نفس الشيء مش يطيح في نفس الفخ، وهذوك غدوا دو يتفرقوا كأولاد الحجلة يهربوا ويخليه وحده، خليه وحده يقولوا لا ما قلناش ولا اللي قلناه عفى الله وعما سلفه، ويعملوا كي جريدي يبكي ويطلبوا السماح ولا كي الاخر زاد العماري ما طلب السماح وبعد رجع للمعبوك كيف كيف كان يشتغل مع دكتوري وغيرها من هالناس هذوما اللي طبلوا. وذيك الاخرى وفاء سطور اللي قالت كلام معناها شيء ضحك شيء مهازل، ولينا كل يعني تفهم انه هذا تحذير اعلامي تحريض يسبق قرار سياسي؟ ما فيش حتى شك، القرار هو حظر حركه النهضه يمهدلها. قلت فماشي دول تتدخل ولا احزاب عالميه ولا منظمات كيف العاده يقولوا دي مش معقول تحضر فيه الواه. وانا بالمناسبه بالله نحيي مختار اللي هو شرف المحاماه، شرف المحاماة والناطق الحقيقي باسمها. نعم مش نعم. بعض المحامين اللي باعوا ضمائرهم للشيطان يقعدوا هما اللي دجلوا علينا ويستناوا في وظائف كما عمل بودرمالة، يستناوا ربما باش يرأسوا مجال سخرة وكذا. ولكن الشعب بالمرصاد والتاريخ بالمرصاد والحياة فيها سنن، سنن الله وسنن التاريخ، عمر الباطل ما ينتصر على الحق. أنا أذكر أستاذ قديدي، نعم، كنت صغير لمحالة في آخر الثمانينات أقرأ في الصحف دائما الشروق هذا،
ولا بداية التسعينات كانوا يحكوا على فيلم جنسي لمزاليا اصلا نفس هالجوقة هذه الإعلامية، يعني تحكي على الأفلام الجنسية المزالي، يعني تعرف معناها السياسيون يعني وانا تفتيف والناس كل تفتيف، ثم بناتي هربوا من تونس مشوا لأمريكا خاطر في المدرسة يوريوهم الشرايدة الأولاد الصغار معها في المدرسة الابتدائية يقولوا لهم شوفوا هذا بوكم راهو سياس جنسيا، بوكم راهو خاين الوطن، حتى لين ما عاش ينجموا مساكن البنات صغار هربوا. وقعد 9 سنين ما ريتهمش يا حسين مشوا لأمريكا، 9 سنين ما ريتهمش خليتهم صغار نلقاهم بعض صبايا. هذه من الحاجات اللي أنا ربي كان بي لطيفا رحيما، أمي ما عرفتنيش، أمي 9 سنين ما شفتهاش. هذا توا اللي يقولون نعم قداشتيلوا النضال، ماذا بي يعرفوه أنا هذا قداشتيلوا النضال، ما بعناش وشرينا، ناصرنا الحق أينما كان الحق، وناصرنا وحدة التوانسة، وناصرنا تونس المسلمة اللي عندها هوية، وما نيشي بتراجع. نعم. ألا يكون ابتزاز.